اقعدوا معانا خاطر هو مازال ماهوش مقدس اما عنده بلاصته في هالبرنامج وما ينحيها له حتى حد. كاميرا حسام، حسام حمد والسياسي. عزم الناس كل جمعة هذه فما إيفينمون سبيسيال صار في حمام مشط في مدرسة ابتدائية. كان وزير الرياضة ماهر بن ضياء، وزير التربية ناجي جلول، كانوا زوز قاموا بزيارة المدرسة الابتدائية في إطار اتفاقية بين الوزارتين ووزارة الثقافة معهم. احنا كنا حاضرين قبل ما يجوا الوزراء، وكنا لاحظنا أنه إدارة المدرسة قامت بتنشيط شوية قدام المدرسة وحطت شوية غنيات للصغيرات لطون كو الوزراء يجيو. الغنيات واحدة منهم لفتت انتباهنا، ترجمناها لكم على طريقة اف ام ما فيهم. تبارك الله، المدرسة أخلاق وعلم وهيب هوب. دخلنا داخل في وسط المدرسة، حاولنا نسأل الصغيرات على الوزراء اللي حاضرين. ناجي جلول كان مشهور برشا، أما وزير الرياضة أبارامون مشهور أكثر منه. شو اسمه الوزير؟ ناجي جلول. والآخر؟ أنا هو جاي وزير آخر مع ناجي جلول. ماريتوش وما نعرفوش. أختك تنفعك أكثر من الوزير. زوز وزراء وصلوا، أول ما وصلوا كان فما استقبال كبير من عند المسؤولين، أما ناجي جلول كان استقبلوه زوز مسؤولين أو ثلاثة مسؤولين من أوسع وأكبر نطاق. هاي أهلا عزيز. باهي، خلي بوب ليبونج على شيرة، ادخل لداخل سيناجي، قوم توعية الصغيرات، اعطيهم دروس، كون مثال اعلى ليهم، اعطيهم المثال سيناجي. نعرفها بالكدا، خدمت عليها، هذا ديونيزوس، هذا اللي تسماه لو دون دافينا ديونيزوس. هاي كاريوس، هذا ديونيزوس إله الخمر وكان تشد عصاته. إله الخمر للصغيرات في الابتدائي، ولكن يمشيوا للثانوي باش تعطيهم. علاش بتحكي لهم الفاك؟ باهي، خلي إله الخمر على شيرة، ادخل داخل سيناجي، ادخل زيد وعيهم على تاريخنا، احكي لهم على الصراعات مثلا، اللي أبارامون ما تبعتش برشا على الصراعات نتاع تو. هذا سي لو جو دو شوفو، لقب روماني، يعملوا فريق أحمر وفريق أزرق. دو بلو لو رو. موجودة، التنافسية بقديم موجودة. بين الأحمر والأزرق، وساعات يولي بنفسجي. كانت هذه الفكاهة الزرقاء. خنخليهم نمشيو للعروض المسرحية اللي كانوا في استقبال الوزراء الزوز. فما مقطع من المسرحية اخترناه لكم من المسرحية اللي تم تقديمها، هات نشوفوا شو يحكي المقطع. كي نبدا نحكي معاك ابذل لي في وجهي وجاوبني. لطف عليك، امين راني ما نعاودش الدفوار، ما تخلي كان بالولي. يا مدام الولي يطيح علينا بالحزين، راسي محتفين ديني شويه. الله لا تربح وكاس حليب ما فميش في الدار، العائله الكل تخرج على خوي. عندنا الجمعه الدار ما تغسلتيش كعمورة نتاع خبز. مسكينه زلمه ما تخيلش ديروا فيها هكا. محرزيه لابسه فولاره، بشكون تفكركم؟ مشينا سالنا هاله الحامي نائبه عن النهضه اللي كانت حاضره في الاستقبال هذا الكل، وقلنا لها بشكون تفكرك؟ واحدة عجبتني قديت على هكا من وجهي. يا ولدي سايب الوراق. يا ولدي علاش تختار؟ سيرتو كي حكت دوبك الدعوة تونسية تونسية. إيجا هكا إيجا هكا. شكون تفكر؟ خرجوا هكا. نحبش نقول. نحب الكل صحابي ما نحبش نسمي. حسينو خلينا نمشيو للي بعده، الوزير الماهر، الوزير ماهر اللي كان ماهر في العزف. Yeah, my.
ريتوه سيناجي جلول كيش قص عليها ما اللي خليها يطلع له على النخلة كاكا. خلنا نمشيو لأخبار أخرى متفرقة أكثر من هكايا. خلنا نمشيو نحكيو على وزير تجهيز الوسكان اللي كانت تفكروشي كنا عديناها قبل. حلوة دي فوق النخل يا حلوة يعني بالنسبة لنا هنا اللهم صل على بين التطور يعني كبير قاعد التطور ونحن مش فايقين. وزير الرياضة يبدو أن وزير الرياضة تبارك الله عليه ماهر في التسلق وخايفين يتعنى فوق الشجرة ذيك فوق النخلة وكذا كذا يعني ما الرياضة تقود إلى التسلقات. والله مصلي على النبي عنا زوزرة هم يعشقوا التلافز ويعشقوا الجو والشيخة يا أخويا ملا نعيم نحن فيها يا أخي لأنا خايف لا يحسدونا يعملونا شوية بخور وشوية بخوخو راهو مش معقول هكا هل يعني هالسعادة اللي نحن فيها الكل ناس مرضى بالتلفزة بالأشياء نهار كل هم عمل ميداني زعمة يودي شدوا برواتكم واحترموا واحكم ويزينا بركاكة مش نكملوا عن وزير سابق مسابق وقبل في حلقة سابقة كنا عدنا وزير التجهيز والإسكان اللي كان مغروم بالمساجات كنا عديناه في 35 ثانية نعطيكم منهم 8 ثواني كهو نادي خصوص أكبر في المنح والامتيازات الجبائية المالية كما نطالب من سيادة الحكومة. الوزير هذا كان حاضر في اتفاقية كانت صحت بين وزارة التنمية ومؤسسة دولية وكان وزير التجهيز والإسكان موجود مع ياسين إبراهيم في وزارة التنمية وكان أول ما دخل ياسين إبراهيم مع سيد الوزير سلموا على الصحفيين الكل إلا صحفي واحد. طفاني طفاني ما في محله سيد وزير التنمية ياسين إبراهيم كان يحاول يكون وسط خير بيناتنا زوز وكان يحاول يرجع المياه إلى مجاريها في من قبل هو يدور مش خارج لنا واحد عامل مساج مرة أخرى تو هكا تو بخسني لكن هذه لطيفة الحقيقة أولا في محلهم موش ميداني في انت مشيت لهم البلاصه وهم كانوا تعاملهم معك والله لائق جدا خاطر انت بصراحه وكان جيت كيفهم انا راني كلمت عليك توفيق الغلب لا لا كثر ياك ما كنت شكت فل خليتك ذهنت شوي اني هذاك علاش هزيت روحي مشيت لوزاره التشغيل في وزاره التشغيل كنت حضرت على اتفاقيه اخرى بين وزاره التشغيل ومنظمات تونسيه وزاد منظمه قطريه منظمه سيلتك المدير التنفيذي منظمه سيلتك سيد عبد العزيز النعيمي كان اعطانا تصريح يحكي فيه على عراقة المنظمة هذه وعلى أسبقيتها في التعامل مع تونس. مؤسسة صلتك هي مؤسسة اقتصادية اجتماعية أسستها سمو الشيخ موزة بنت ناصر عام 2008 عالبالي قطر يا توفيق والله 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 عطانا سم الموز احنا على بالنا قطر سباقه في كل شيء اما مش ب 784 عام جمله برش حسيت وخليتهم رجعت على روحي رجعت لتونس وقعدنا مع وزيره المراه السيده سميره مرعي اللي حضرت منتدى المراه والسلام في المنتدى هذا السيده سميره مرعي اكيد اذا ما تقرا من الورقه باش ما تغلطش كان تقرا من راسها هذاك علاش كي قرات من الورقه غلطه لا بجزيل الشكر الى المفوضيه الساميه بهدفي في معاقده ترسخ وكما يعلم الجميع في كيفية مواجهة الراديكالية المتصاعدة خطة تطلع وزيرة وفيت حسين محمد